السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعين الأوفياء في مقطع جديد يتعلق بالقراءة الشعرية. الرياضة هواية وفخر، الصفحة 103 والصفحة 104. نعم، نبدأ على بركة الله بأسئلة أتهيأ للقراءة. مذكور أو مطلوب مني أذكر بعض الفوائد الرياضة التي أهواها. هنا مطلوب منك يعني واحد الأنواع ديال الرياضة اللي أنت كتبغيها، اذكر الفوائد ديالها. نعم، كمثال هنا: الرياضة تجعل ممارسها طيبا وتغرس فيه الأخلاق وتريح النفس وتحافظ على صحة الممارس. اتفقنا؟ ثم ألاحظ وأتوقع، أقرأ عنوان النص والبيت الرابع ثم أتوقع ما ستتحدث عنه القصيدة وغاية الشاعر من نظمها. نعم، إذا جوابنا على هذا السؤال: نعم، ستتحدث القصيدة عن الرياضة وفوائدها. تشجيع الشاعر الشباب على ممارسة الرياضة، يعني النظم ديال القصيدة الهدف دياله هو تشجيع الشاعر الشباب على ممارسة الرياضة. نعم، نبدأ بأسئلة الفهم في الصفحة 103. عندنا أفهم، نعم هذه الشروحات أنتم قوموا بقراءتها. أختار الصفة المناسبة وأعلل اختياري: الرياضي البطل، أو الرياضي الشجاع، أو الرياضي المتهاون. نعم، أنا سأختار مثلا الرياضي، نعم الشجاع، نعم كما جاء في البيت الأول من القصيدة. اتفقنا؟ أنا سأختار الرياضي الشجاع، نعم كما جاء لدينا في هذا البيت الشعري الأول. نعم، ننتقل للصفحة رقم 104 ونبدأ بالسؤال الثاني. نعم، قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، لأن قناتنا توفر لكم جميع دروس واحة الكلمات اللغة العربية، حتى يعني زر التنبيهات حتى يصلكم كل مقطع في وقته. نعم، عندنا أحدد شفهي المعنى المناسب لكلمة نرفع في كل جملة. نرفع رأسنا، المعنى في السياق يعني نرفع رأسنا، نرفع صوتنا، ونرفع أيدينا عن الأكل. إذن نرفع رأسنا بمعنى نرفعه نحو الأعلى، بمعنى نرفعه نحو الأعلى. نعم، هنا نرفع صوتنا بمعنى نجهر به، نجهر به. نعم، ونرفع أيدينا عن الأكل بمعنى ننتهي من الأكل، ننتهي من الأكل. نعم، الآن السؤال الموالي: أختار المضمون لكل مضمون عفوا في القصيدة المقطع الشعري الذي يمثله. عندنا تميز الأسد بصبرها في الدفاع عن عرينها، بيان فضل الرياضة على الأخلاق، أخلاق الشباب وأجسامهم، الرياضيون الأقوياء مفخرة لوطنهم وحصن لهم. نعم، ننظر ونعود للنص. نعم، البيت الذي يتحدث عن الأسد. نعم، عندنا أعز الأسد أمنعها عرينا، وأشجعها إذا لاقت قرينا، وأوسعها صدورا في إنزال إذا ضاقت صدور النازلين. إذن البيت الأول والبيت الثاني: تميز الأسد بصبرها والدفاع عن عرينها. نعم، ما عنديش مسطر أنا بنسطر باليد ديالي، ولكن أنتم في التسطير مثلا ومنين نقلوا الجمل خذوا المسطرة ديالكم. بيان فضل الرياضة على أخلاق الشباب وأجسامهم. نعم، شوف هنايا: سبيلك في الحياة سبيل جد فلا تتبع سبيل الهازلين، فحي معي للرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين، تزودهم بأجسام شداد وتغرس فيهم الخلق المتين، وتبعث فيهم روحا شريفا فيتلقون المتاعب باسمين، أو فيلقون عفوا المتاعب باسمين. إذا من البيت الثالث إلى البيت السابع، نعم هذا الجودينا. وفيما يتبقى الرياضي الأقوياء من البيت الثامن إلى البيت الأخير اللي هو البيت العاشر. نعم، نذهب إلى أحلل وأتذوق. لدينا السؤال الأول: أستخرج من النص ثلاث جمل تدل على فضل الرياضة على الشباب. مطلوب مني أن أستخرج من النص ثلاث جمل التي تدل على فضل الرياضة على الشباب. ثم السؤال الثاني: أعيل المعنى المستفاد من أوسعها صدورا بما يأتي، هل أقلها تحملا أو أكثرها تحملا؟ إذن بالنسبة للسؤال الأول، نعم الاستخراج: تزودهم بأجسام شداد تغرس فيهم الخلق المتين تبعث فيهم روحا شريفا. نعم، نوضح هذه الجمل كما جاءت في النص حتى لا
يعني اكتنفكم الغموض. نعم، بالنسبة للجملة الأولى تزودهم بأسام شداد موجودة في البيت الخامس، نعم. وبالنسبة تغرس فيهم الخلق المتينة، نعم تتمت البيت تزودهم أو تغرس فيهم الروح المتينة وتبعث فيهم روحا شريفا، نعم بداية البيت السادس. نعم، بالنسبة للاختيار الثاني، نعم أوسعها صدورا بمعنى أكثرها تحملا، اتفقنا. ثم السؤال الثالث، وردت في القصيدة، نعم وردت في القصيدة كلمات متقاربة في الحروف والأصوات، أستخرج مثالا لذلك. نعود للنص للبحث عن هذه الكلمات التي تتشابه في النص. عندنا هنا النازلين، يعني تتشابه في المخارج، والهازلين والطامحين. نعم، هذه الثلاثة ديال الكلمات فهي تتشابه في نطقها. نعم، ها هي اللي بغي يقوم بنقلها، النازلين الهازلين والطامحين. الآن عندنا أركب وأقوم. نعم، أركب وأقوم، مطلوب مني في السؤال الأول أصوغ الفكرة العامة للنص في جملة، مطلوب مني أنني ندير الفكرة العامة ديال النص في جملة. نعم، يتحدث الشاعر عن أهمية الرياضة بالنسبة للشباب وكيف تغرس فيهم مجموعة من القيم الطيبة. نعم، هذا فيما يخص الصياغة. بالنسبة أختار من القصيدة البيت الذي أعجبني وأعلل أسباب إعجابي به. مثلا أنا اخترت هنا البيت الخامس لأن الرياضة تعطي جسدا قويا وتغرس فيهم الأخلاق. نعم، وبالنسبة للسؤال الثالث، مطلوب مني أنني أن أتحقق من صحة التوقعين اللذين وضعتهما قبل القراءة وأعلل ما توصلت إليه. نعم، بالنسبة للتوقع هنا في الأول قلنا ستتحدث القصيدة عن فوائد الرياضة، والغاية من نظم هذه القصيدة هي لتشجيع الشباب على الرياضة، وكان توقعنا صحيحا حيث أن الشاعر نظم هذه القصيدة كتشجيع للشباب لممارسة هواياتهم، نعم للمحافظة على أجسامهم، نعم وهي تنفس على الإنسان يعني حتى هذيك الضغوط اليوميه اللي كيعيشها الانسان ملي كيمارس الرياضه، فهي كتفرغ هذيك الشحنه السلبيه اللي كتكون في الجسم ديالك وكتعطيك واحد الطاقه وواحد الحيويه وواحد النشاط باش تبدا واحد العمل جديد او يعني اليوم ديالك بخفه ورشاقه. نعم، هذا كان كل ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم. ان شاء الله تجدون الحصه الثانيه من اسماء الاشاره الصرف وتحويل في المقاطع التي تظهر لكم الآن. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء. عفوا أحبائي.